أيام قليلة تبدأ بها الثورة المصرية عامها الثاني. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. عام ينتظر فيه المصريون حصد ثمارهم، لكن المشهد بات أكثر تعقيدا. فبعد أن فرح المصريون بتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن مهامه للجيش ممثلا في مجلسه العسكري، واحتفل شباب الثورة برجال الجيش وعانقوا جنوده، وبعد تحية عسكرية لدماء الشهداء الأبرار ألهبت مشاعر المصريين، كل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. تعالت الأصوات الآن تطالب بخروج آمن للعسكر. أصوات وجدت في الأحداث ما يبررها، فالشهداء ما زالوا يتساقطون، وشعارات الثورة التي تطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لم تجد بعد آذانا صاغية. بعد عام من حكم انتقالي تولى زمامه مجلس عسكري أكد لمرات عديدة أنه عازف عن السلطة وراغب في تسليم حكم البلاد لرئيس مدني وحكومة منتخبة. إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم، وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. لكن السؤال المهم الذي بات يشغل الجميع حول كيفية خروج العسكري من المشهد السياسي بعد أحداث جسيمة راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات، زادت من تعقيد المشهد ووضعت المجلس العسكري في وضع مأزوم بين رغبة البعض في رحيله دون محاسبة وإصرار آخرين على تقديم كل من أهان المصريين وامتهن كرامتهم واستحل دماءهم وأموالهم للمحاكمة مهما كان موقعه، تأكيداً على انتهاء حكم الفرعون وبداية عهد جديد يقف فيه الجميع أمام القانون سواء.